هاي كوكو لي زامي صافا لاباس عليكم بخير مزيان صحيحه كلشي وهذا كلشي سانك سان كتقول يا بشرى اختي شاد الغبورات هادي ديما كتغبري علينا حتى كتبغي تباني شويه كتغبري في خطره واحده ولكن نتوما هاد المره عارفين وانا عارفه فين كنا غابرين كنا كندوزو واحد الازمه اللي الحمد لله قدرنا اننا نتجاوزوها وان شاء الله مازال غادي نتجاوزوها الحمد لله على كل حال ليكم فيديو جديد اللي غيكون انبوكسينغ اللي شحال هادي ما درتو وجيت باش نكتشف معكم واحد لا مارك اللي غتكونوا سمعتوا عليها اكيد فين ما كنتوا في اي دوله كنتوا راح دايره ضجه كبيره اللي هي تيمو كما كتشوفوا ورايا كاين جوج ديال لي باكي اللي غادي نشارك معكم الوغ بارابور لو بري حنا عارفين هاد لي زابليكاسيون جداد اللي كيكونوا سورتو دي بلاتفورم شينواز تيكونوا دي بري لي ما يمكنش تخيلوها كيكونوا رخاص بزاف ولكن بارابور لا كاليتي غادي نشوفوها معايا في الانبوكس تيمو هي واحد لابليكاسيون ولا بلاتفورم شينواز اللي عندهم دي زارتيكل بزاف ديال لي كاتيجوري بحال لا ديكوراسيون لي اكسسوار لونجمون ديال الدار الحويجات ديال اللبس ديال الوليدات الصغار حتى الا كانوا عندكم وليدات مهم من كل فني الطرف وداكشي كامل انا الحاجه اللي تارتني بزاف انني كنت في انستغرام في تيك توك ولا في اي بلاصه كطلع لي ديك لابليكاسيون هكا بلورونج مشعشعه وباينه براس الدرب وانا بشرى خصكي تجربي هاد لابليكاسيون داكشي علاش قلت غادي نشاركها معكم وماشي غير هادشي كامل جبت لكم واحد لو كود برومو اللي غتستافدوا منه حتى نتوما غنخلي لكم كلشي في لابار دانفو ومنها باش تكتشفوا لابليكاسيون بواحد لو ليان اللي غنخليه لكم حتى هو غتدخلوا وغتستافدوا بهاد لو كود ديالكم يلا نبداو الانبوكسينغ ديالنا ونشوفوا الحويجات انصامبل اشنو اختاري ليتس جو لي زامي كيكونوا عروض لي زوينه بزاف تقدر توصل حتى ل 90% كل مره كتدخلي لابليكاسيون كتضربوا طليله كتشوفوا البروموسيون اللي كاينه انا غنحاول نعزل الحويجات على حسب لي كاتيجوري بحال الحوايج بوحدهم داكشي ديال الدار لي زاكسسوار وداكشي كامل ندوزو الباكي لاخر لي هو هذا صغير هو ما بقيتش عاقله تخيلوا ما بقيتش عاقله حتى شنو كومونديت مي حنا غادي نشوفو انصوم ماشي مشكل بدات هنا الكاتيجوري ديال الفاشن ولا الحوايج ديال اللبس هنا لي زاكسسوار بالنسبه للتليفون وداك الشيء كامل وهنايا حويجات ديال التجميل نقدروا نقولوا دي زاكسسوار حتى هما وغادي تشوفوا معايا كل حاجه بوحدها غادي نبدا لكم بالحويجات اللي غادي حتى انا متحمسه باش نوريهم معاكم ونشوفوهم خديت شي حاجات ديال الدار وديال الخروج وبيني وبينكم ما عرفش لا طاي اللي غناخذ حيت قلت ربما حيت بحال لي سيت الاخرين لي طاي ديال شينوا تيكونوا بحال شويه ضيقين بحال شويه صغار داكشي علاش خديت ديما نمره كبر شويه من داكشي اللي كنلبس انا كنلبس الاكس اس ولا الاس داكشي علاش خديت شويه هكا الاس ولا الام دونك خديت هاد لو جين هذا غادي نوريه لكم ملبوس كيفاش كيجي صراحه لا كاليتي مزيانه كيف ما كتبان ما فيش بعدا ديك الريحه كنت كنتظر غادي تكون شي ريحه مجهده ولا شي حاجه مشعشعه ولكن زوين ما عرفتش لاطاي اللي خديت مي خديت سايز سايز ام خديت سايز ام كنتمنى يجي لا كولور بعدا واعره وكنت باغا نيت شي جين بحال هكا تري تري سامبل يجي ستريت ما كيجيش سليم فوالا دونك هذا بالنسبه ليا حبيت هذا كان اول ارتيكل خديت واحد لونسومبل يا ربي جيني وواحد لا كولور اللي كانت محمقاني هذيك لا كولور ميليتير عرفتوا هادو اللي كيتلبسوا سورتو كنتو باغي تسافروا ولا شي حاجه اللي ترتاحوا فيها وخديته باش يجيني شويه اوفر سايز هكا توبو راه زويون ومبطن من الداخل الا كتشوفوا معايا شوفوا كيفاش داير مبطن وزوين كنظن هاد لا كولور غادي تجيني زوينه حيت فريمون كنت باغا نكومونتي بشحال هادي شي حاجه بحال هاد فهاد اللون هذا مي ما كتبش وشفتو في السيت عندهم وانا ناخذو غادي تشوفوا لو بري بشحال تيبقى هاد لونسومبل هذا بالسريويل ديالو هذا غادي يجيني واعر صراحه غيجي زوين حيت رطيطاب وسخيخن باينه سخيخن وحتى لا فينيسيون ديالو زويونه غادي تشوفوني ملبوس كيفاش غادي يجيني حاجه حتى كتلبس عاد كتبان حيت انا ما كنحملش نشوف دي انبوكسينغ ديال الناس وغير كيوريو هكا الحوايج وما تيبانوش ملبوسين كيفاش كيجيو المهم هذا حبيت حتى هو دوزيام ارتيكل فاليدي او ديما في اطار الحوايج خديت واحد البيجاما حتى يا ربي يا ربي تجيني ثوبها بعدا زويون حبيت عرفتو داك الثوب الخفيف دوك لي بيجاما لي سامبل هكا ثوبهم خفيف وداك الثوب اللي كنقولوا ليه اللي تيشرب العرق ها نتوما شفتوا معايا في هذا الموتيف هذا زويونه هابي بير والفوقاني ديالها تيجي على هذا الشكل المهم راه لوين حلو وزويون صراحه الكاليتي ما عندي ما نقول يعني بارابور لو بري راه صدمه والله الا صدمه حبيت
حبيت وخفيفه ورطيبه. وصراحه البنات الحوايج راه ما فيهمش الريحه نهائيا كما كان زعما كنتعذر كنقول غتجي فيهم شي ريحه ولا هذا. ثوازيام ارتيكل فاليدي. ندوزو دابا الحاجه واحده اخرى اللي حتى هي في اطار حوايج. خديت هذا البونطوف، هذه صراحه خديت واحد النمره لي شويه كبيره باش البونطوف نتوما عارفين ما تبقاش الغلاط في الشتاء وديك الشيء كنبغيو تكون شي حاجه اللي جينا مع التقاشر الغليودين. صراحه زوينه تري مينيون حبيت جباتني. حتى هذه فاليدي بعد ديما نقول. وخديت لي هاد الربطه ديال التقاشر، فيهم الوان، فيهم النوار، فيهم البياض وفيهم الكري، ما عرفتش شحال من حبه هنايا ولكن غادي نشوف. 12 فرده ما تقول عليك عندي. فرقه ديال الكره ولكن التقاشر راه تينفعوا صوتو مع الخدمه وديك الشيء نتوما عارفين. بانوا لي زوينين كيتجبدوا ماشي داك الثوب المزموت، حيت كاين دوك التقاشر اللي تيعرقوا، مي هادو تيبانوا لي بحال زعما خيط وزوينين. اربعه في 3 كولور مختلفين، 12 حبه شي حاجه لي توب والله العظيم. راه كاينين غير ثلاثه د الحبات ولا سبعه كيديروا بشي 3 اورو ولا شي حاجه. اخر ارتيكل غنشارك معكم هو هاد الكارديغون. صراحه انا ما عنديش مع لي كارديغون بزاف ولكن قلت غناخذ نمره شويه كبيره باش يجي لماما. المهم انا قلت زعما غادي نجرب وصافي، الا عجبوني لي زارتيكل داكشي عاد غنزيد كوموندي منهم. هادشي ديال الجو شويه دابا بدا تيبرد، خديت هاد لو كارديغون هذا فهاد لا كولور لي زوينه ولباسه كما كيما غتشوفوا. ها شويه مكمش مي ماشي مشكل، فيه صديفات هنايا جوج وفيه القبيه من اللور، تيجي فريمون زويون. غادي تشوفوا نلبسو ليكم. صراحه سخيخن، باينه فيه سخيخن وزوين وغليظ، ماشي زعما رقيق ولا شي حاجه. حبيت حبيت. هادو هما لي زارتيكل ديال الحويجات اللي خديت والله يجعل شي بركه. دابا غندوزو لحوايج اخرين. ايوا البنات كانوا هادو هما الحويجات اللي كنت باغا نشارك معكم. بالي وقبل ما تساليو ما تنساوش تيليشارجيو لابليكاسيون هكا باش تستافدو حتى نتوما من الحويجات، سواء هادو اللي خديت سواء حويجات اخرين نجيبو دويره في لو سيت وانتوما ديك الساعه اختاروا الحاجات اللي بغيتو. اختاريت دي زارتيكل بالنسبه هكا للسفر، بالنسبه للسكين كير، بالنسبه لي زاكسسوار. غادي نوريكم شويه بشويه. اول ارتيكل هو هذا، تخرشيش بزاف. قال لك اسيدي لالا هذا بحال واحد الماسك، شلاف ماسك ديال النعاس هكا باش تكونوا في الطياره مسافرين في التران فيما بغيتو، كتكونيكتيوه وتقدروا تسندوا الموسيقى في نفس الوقت. فوالا كيجي بحال هكا، هو رطيط بزاف وفهاد البلاصه هذه لداخل دايرين فيه هاد العيبه هذه، تقدروا زعما بحال هذا تكونتروليو به داكشي اللي بغيتو تديرو يعني موسيقى. انا عاد ندخلو هنايا. خديت جوج، قلت زعما الا صدق واحد نعطي واحد لخويا، دونك خديت فهاد لا كولور وخديت في النوار. وها نتوما الملمس ديالو رطيط وزوين، فيه ديك تشيك تشيك هكا باش كيتسد. فوالا زيد دار على هاد الشكل هكا. دابا غادي لا كاسكيت ما نشي ليها ليكم. اي حتى هو ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه، فريمون زوين. خديت جوج النوار ديالو حتى هو، غاديش نحلو حيت هذا غنحتفظ به خويا. خديت المبرد وهما كيجيو على هاد الشكل عرام. انت ما تجيو بحال هكا، كانوا خاصين مبرد اشاك هو كيحفاو داك الشيء، وكنبقى عاوتاني خصني نخرج دي ام ونشري وهذا وهذا وهذا. هذاك الشيء علاش قلت غادي نكومونديهم ومزيانين كيبانو، حتى الديزاين ديالهم زوين والله الا تيبردو مزيان. داك الشيء رفيع وعلى جوج جهات البنات، كاينه هاد الجهه وكاينه هاد الجهه. اي لايك ات. دوزو حاجه اخرى اللي حتى هي عرفتو هادو راه معروفين اللي كديرو بهم ماساج، كديرو مثلا واحد الحمام ديال الزيوت وبلاص ما تدخلوا هذيك الزيت بيديكم الجبره ديالكم ولا الفروه ديال الراس، كتماسيو بحال هكا، كتماسيو مزيان 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 باش كتدخلوا هذاك الاخر. هي راه سيليكون هنايا وزويونه، هي صغيوره مي راه رطيبه وكتماسي مزيان. فوالا هذه حتى هي كانت رخيصه ما كانش شي حاجه اللي غاليه. شنو اخر؟ بعد المرات كترشق ليا ما نمشيش مثلا للصالون ولا الاستوديو باش غنصايب دفي راسي، فكندير شي حاجه واحد الفيرني لي سامبل وكنبغي هكا دي موتيف. خديت ليا هادو ديال الضفيرات، اش كيبان لكم ولا لا؟ ايه هو نفسه عاوتاني. المهم فيه جوج ديال هاد العيبات،
وخديت موتيف واحد اخر فيه شويه ديال اللوينات. غادي نحل معكم كل شيء، حيت انا براسي خليت هاد لي باكي ما بغيتش نحلهم حتى نشارك معكم هذاك الشيء بدقه باش نحل في خطره ونوريكم. هذا زويو الفن، هذا ديروا غير شي لوين سامبل. شفتوا في هاد الحميمه هاد الوريضات على هاد الشكل، فيهم الدوغي وهادو فيهم الدوغي والنوار. او لا لا، هادو فنين غزالين، حبيت. الهايلايت اللي كنت كنتسنى شحال هادي هو هذاك ديك الاله اللي كتحيد لك لي بوان نوار من النيف ولا من هنا. شوفوا كيفاش دايره، هي راه كتباع في المحلات فين ما مشيتو، مي انا شفتها عندهم في السيت قلت بشرى والله ما غادي تفلتي الفرصه، غادي تاخديها وغادي تشوفي. ها هي كيفاش كتجي، كتبان عاديه بحال هذوك اللي كيتباعوا في المغازه، فيها درجات كتسمى فوالا. المهم راه كتجيب لو كابل ديالها بكلشي. هادي كنت باغاها مشحال، هادي والله الا كنت باغاها مشحال هادي، سورتو سي براتيك. واخا كنشري انا دوك النازن ستريكس، ولكن ملي كيكملوا ولا شي حاجه كتبقاي محنزره في الدار، وقلت علاش لا ملي تكون عندي هاد الاله شوك فو نبقى نهزها زعما نقضي بها غرض. شنو باقي لنا اخر هنا؟ سالينا من هادشي تاع سكين كير، دزت لواحد الحاجه اللي كنت متحمسه انها توصل حيت في لوسيت بانوا لي شي حاجات اللي توب اللي زوينين وغادي ينفعوا. خديت هادوك ديال روسات ديال السفر اللي كنجمعوا فيهم ماكياج ديالنا لي زاكسسوار داكشي كامل، وخديت فهاد اللوين بيج راه كاليتي والله ما عندي ما نقول، يعني بارابور على البنات لو بري اللي محطوط في لو سيت راه ميمكنش كتقولي راه غادي تكون شي حاجه اللي لا علاقه، ولكن كيقول لك سول المجرب لا تسول الطبيبه. حنا شفنا على عينينا وحنا درنا انبوكسينغ وكنشوفو سو بواقف زعما ماشي شي حاجه اللي سواقيه. والله راه بعض المرات كنكوموندي شي حاجه وما كتعجبنيش كنقولها لكم في الانبوكسينغ، حيت هذا هو الهدف تاع الانبوكسينغ، واش زوين ولا خايب. كاين هاد لاتروس هادي اللي واو 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 واعره واعره، حتى هي في الباج ما كيجيوش هادو اونصومبل، غير انا نسقت بيناتهم باش زعما هكا الا كنت مسافره يجيو بحال شي اونصومبل. واو شوفوا البنات، شوفوا شحال غزال، والله فنه عجبتني هادي وهادي، وجميع قشيوشاتك حتى نتيا وماتيريالك ودوزانك وداكشي كامل ديال سكين كير ديالك لي بارفان اي استا لويغوس اميغوس. يلا دابا من بعد ما شفنا لي زاكسسوار غادي ندوزو لاخر حاجه اللي هي لي زاكسسوار اخرين اللي رجاليه ماشي ليا، اسم خوتي ولا البابا. نبدا لكم باول حاجه بالنسبه للعيالات اللي مزوجات اولا عندهم خوتهم شي حد عزيز عليهم، تقدروا تاخذوا لهم هذا بحال بتي كادو. المهم انا بغيت غير نجرب ونشوف، خديت هذه بورتموني كتجي على هذا الشكل بحال هكا، فين يديروا لا كارت فين يديروا الفلوس. هادو راه كيكونوا كيتباعوا هكا داك الجهد ديال 100 درهم 120 درهم على حساب عاوتاني انت ولا كاليتي اللي غتصادفي معاها، كاينين حتى مرخص، مي راه ما كاينش شي حاجه مرخص من هاد لو سيت هذا. انا راه تعجبت وفريمون شي حاجه زوينه راه كتبان بحال مشيتي شي بوتيك وخديتيها. ها نتوما هانتوما جات على هاد الشكل وفهاد لا كولور، انا حبيت هاد لا كولور فيها داكشي لو اخرين. او والله فنين هادو، قيلا غنزيد منهم تي كادو لي زويون والله، وثمن رخيص توب. حتى هو فيه على جوج جهات، فيه دو كومبارتيمون هاد الاولى هاد الثانيه، والله حتى توب حبيت والله. خاصني واقيلا شي واحد حتى انا حيت كيعجبوني هاد الزيتوات ديال الرجال ولا ديال الدراري فريمون زوينين. هانتوما شفتو، كان هذا اول ارتيكل اللي تاعو مسك. خليت لكم لي زاكسسوار ديال التليفون، انا خلاص عندي ايفون دونك خديت، راه كاينين على حساب سامسونج على حساب ايفون اللي بغيتو. خديت هاد لاكوك هادي كتجي غوز بيبي، عجبتني قلت علاش لا، هكا بعض المرات الواحد كيبغي نوع صراحه زوينه، وكان ثمن لي كثر من رائع مشجع بزاف. خديت هاد لاكولور اللي حمقاتني، هاد لاكولور زوينه كتجي نقيقيه كلاس كيتبان زوينه بزاف. هانتوما المهم التليفون ديالي تبرع. خديت عاوتاني هادي غوز بيبي مي واحد ستيل واحد اخر، سورتو الا كنتي مسافره اولا كنتي خارجه بعد ما كتبغيش تهزي معاك التليفون هكا في يدك، نقول لك كتكوني هازه ديجا الساك هازه شي حاجه اخرى. فخديت هادي كتجي على هاد الشكل كيبقى محتفظ فيه، فيه زعما هاد العيبات هادو اللي زويونين. نسي نشوف واش كتحل، وي كتحل فوالا. تقدري ديري فيه لا كارت هنايا، ديري فيه شحال من حاجه اللي بغيتي، المهم تصويره مهم على حساب انت وشنو
بغيتي، وفيه هذه العلاقه ديالو اللي كيتعلق به التليفون وكيجي بحال هكا. اخر ارتيكل هذا خصني حتى نجربوه، هما ديجا دايرين لك هنايا واحد ملاحظه بانك ضروري خصك تجربي، باسكو نورمالمون هذا فكروا بانه يديروه بالنسبه للناس اللي غتغطس في البحر لا بيسين ولا شي حاجه، حيت نورمالمون ما كيدخلش الماء. ها نتوما ما تيدخلش الماء، مي قالك ضروري تجربوه بعدا قبل تجربوه، وعاد باش تاكدوا بان ما غاديش يدخل لكم الماء، وعاد ديك الساعه تقدروا تستعملوه. خديت حتى هي هذا الغوز بيبي، ما عرفتش شنو جالي على الغوز بيبي، وصافي هادشي اللي كامل. تنشوف بعدا غير كيفاش غيتحل هادشي. ندير لك هنا اوبن كلوز، اوكي تاك، راه كتجي فيه حتى هو العلاقه ديالو. فوالا كتجي بحال هكا باش تبقى محتفظين به، كتشد من هنايا. اي فوالا لي زامي، هادشي اللي كاين، هادو هما لي زارتيكل كاملين اللي كنت باغا نشارك معكم، والانبوكسينغ ديالهم نتمنى يكون عجبكم. وهاد لي زارتيكل كاملين اللي شاركت معكم غتلقاوه في لا باغ دانفو بلي ليان ديالهم، باش الا عجبتكم هكا شي حاجه تقضاوها مباشره، دخلوا لابليكاسيون واستافدوا بلو كود برومو اللي شاركت معكم من الاول لا فيديو حتى لدابا غتلقاوه هنايا، باش غتاخذوا واحد 100 اورو كوم جود شاين، اولا واحد البروموسيون اللي تقدروا تستافدوا منها على السيت كامل. اشنو غادي ديروا؟ غتختاروا لي زارتيكل ديالكم كاملين، ومن بعد فاش غدوزوا للمرحله ديال الخلاص غتدخلوا هاد لو كود هذا اللي شاركت معكم، وغتستافدوا من لا بروموسيون. دونك فريمون انا عجبوني لي زارتيكل، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، قول لي نتوما شنو هو لارتيكل اللي عجبكم كثر، ولا احتاجتوا شي حويجات اخرين راه غادي تضربوا دويرة عندهم وتختاروا داكشي اللي عجبكم. انا بطبيعه الحال ماشي هذه اول كوموند واخر كوموند، غادي نكوموندي عليهم شحال من حاجه خاصتني هنا للدار، ديكوراسيون رونجمون بزاف ديال لي زاكسسوار وحده اخرين. كانت هذه غير التجربه الاولى وكولابوراسيون مع هاد لا مارك هادي، وعطيتكم الراي ديالي الشخصي والصريح، الحاجه اللي عجبتني راه عجبتني، اللي ما عجبتنيش راه ما عجبتنيش، انا ديما كنقول لكم داكشي اللي كاين. وفوالا بالنسبه لا ليفريزون راه كاينه بالنسبه للدول كاملين، لا ليفريزون غراتويت وكاينه لجميع الدول، وبالنسبه الا بغيتو ترجعوا شي ارتيكل ما عجبكم حتى هو فابور مده 90 يوم، دونك 90 يوم ما تفوتوهاش وتقدروا تردوا الارتيكل بدون مشاكل. هادشي اللي غادي نقول لكم، جوزات ترو كرو بيزو، تهلاو فراسكم.